السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيعمل لك موسيقى أو ميوزك ملهاش حقوق ملكية، معتمد على الجزء اللي أنت عامله في الشريحة بتاعتك. يعني أنت بتعمل مثلا فيديو أو بتعمل برزنتيشن، وفي جزء حماسي، جزء مثلا يكون هادي، في جزء في محتاج تفكير وهكذا. فهو تقدر إن أنت تخصص، تقول له أنا عايز المود يبقى كذا، مجرد إن أنت تختار يبدأ يعمل لك الميوزك بالشكل اللي انت عايزه.